هذا الاتحاد كيضم 13 تعاونيه منتجه للعسل، وكنهضروا عاوتاني على المشكل الجفاف اللي اثر بشكل كبير على القطاع تربيه النحل في الاقليم وباقي الاقاليم. يعني راه المغرب كيعرف واحد الجفاف هذه السنه اللي اثر بشكل كبير بزاف على تربيه النحل وانتاج العسل، واللي كنتوقعوا هذا العام غادي يكون تقريبا 50% ديال النقص ديال الانتاج. وكنحاولوا نتغلبوا على هذا النقص هذا ولا هذا الجفاف هذا بالترحال لبعض المناطق اللي كتكون فيها شويه ديال الرعي، باش نحاولوا نريكيبيريو غير على الاقل غير النحل باش يبقى عايش حتى المرحله الجايه ولا الشتاء الجايه عاوتاني ان شاء الله. وكنشكروا الناس المنظمين ديال المعرض الدولي. هذا العام لاحظنا بان المعرض كانت المساحه ديالو وسعت شويه، يعني كان اتساع ديال هذا العام، وحتى في التنظيم يعني هذا العام منظم على العمل اللي كان الفايته. يعني هذا العام كنلاحظوا بان راه يعني كاينه مساحه وكاين اتساع وكاين اقبال شويه على المنتوجات المحليه، يعني الناس بدات كتثق في المنتوج المحلي ديال ايوا الحمد لله. وكنشكروا الناس المنظمين على هذا الشيء والصاهرين على هذه المسائل هذا ديال المعرض، وكنشكروا كاع اللي قام باي مجهود، كنشكروا على هذه المنتوجات ديالهم.